هنعمل عيش فينو بيتي. فعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، هحط لهم 3 معالق لبن بودره، معلقه كبيره من السكر او رشه سكر بس كويسه يعني كده، لا مش رشه، قولي معلقه كبيره ماشي، رشه الملح، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، دول على 3 كوبايات اللي هم نص كيلو. هنحط معلقتين 3 من الزيت كده، مش حط يعني مش كتير، ومعلقه من الخل تديكي بقى برضه بتنفش معايا العيش، الخل ده برضه من النوع اللي بينفش معانا العيش ماشي. فهحط هنا بسم الله، وزبادي ده للوش، ده للي يحب، انا عايزه اعمله بلدي قوي قوي قوي، مش عايزه اعمله فيه اي حتى لو حطيت سمسم ولا حطيت اي حاجه، انا عايزه اقربكم خالص من الحاجه البسيطه بتاعه الشارع بالظبط يعني، بس بنظافتنا احنا بقى نظافه البيت يعني. فعندي هنا 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره من الخل، من الخميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره من الخل، يبقى هنا ايه، خميره بيكنج باودر خل، معلقه كبيره من السكر، انا بجمع لك كل الحاجات اللي هي ايه، معالق معالق معالق، يبقى هنا حطيت ايه، جربي العيش فين ده ان شاء الله يعجبك جدا، 3 كوبايات من الدقيق، 3 كوبايات من الدقيق، معلقه كبيره خميره، معلقه كبيره بيكنج باودر، معلقه كبيره سكر، معلقه كبيره خل، 4 حاجات اهم ماشي، 3 معالق لبن بودره، يعني كل كوبايه معلقه، ده بعتبره محسن، مش عايزه مش مشكله، بس هو يعني بيدي زي محسن للخبز كده تمام كده، رشه ملح، رشه الملح دي ممكن تكون اقل من نص معلقه او نص معلقه صغيره، نص معلقه صغيره تعتبر رشه برده مش قليله قوي، واقلبهم مع بعض. هنا هنحط معلقتين زيت او 3 معالق، قولي برده لكل كوبايه معلقه، لا اوعى تطلع بره، لا بتديني عجينه طريه خالص، هي عايزه عجينه هشه كده، بسيبها بقى تخمر شويه، هي بتلزق شويه بس انا هلمها دلوقتي بايدي، لمها جوه بعضها كده، حاضر ماشي، اسيبها بقى تخمر، ادي كده العجينه الخمرانه، ودي العجينه اللي انا هحطها مكانها دلوقتي تخمر، ده نص كيلو اهو كده، وادخل دي مكانها كده، اسيبها تخمر، وتعملي بقى العيش بالحجم اللي انت عايزاه، يعني شوفي عايزه صغير عايزه كبير زي ما انت عايزه كده. بسم الله الرحمن الرحيم، ماشي يعني كده هيبقى كبير شويه مش صغير كده، الولوها حوالين نفسها كده 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 كده، وبعدين ابدا افرد فيها، لو حسيت ان فيها اي تعوجات تظبطيها كده، وبرومي خلي ايدك على الحرف كده تنزل تضغط شويه تمام، اروح حطهم بقى في صينيه، طبعا بتسيبيه يخمر كويس قوي، العيش الفينو ده بيحب يخمر قوي يعني، بيحب كده ايه، تسيبيه مثلا قد في الصينيه، بس تسيبيه في الصينيه اللي هتخبزي فيها، ما ننقلش، ما نحطش على الترابيزه وبعدين ننقله، لا ما ينفعش على فكره تسيبي مكان، تسيبيه حطيه جنب بعضه خالص، لازم تسيبيه كده وغطيه بكيس بلاستيك او اي حاجه بلاستيك كده، وسيبيه قد نص ساعه، وبعدين يعني ده بيخمر اكتر من اي حاجه تانية، نص ساعه كده وبعدين سيبيه ايه، دخليه الفرن بعد كده تمام، انا هسيبه طبعا جنب مكان دافي كده، بس لازم يتغطى على فكره